اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ربنا إننا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك، ولا تدع لذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا الدنيا والآخرة يا أكرم الله قضيت يا أرحم الراحمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. এই জন্য জগৎ বিখ্যাত একজন হানাফি ফকীহ, ইলম আমানাতু আলা উলুকিল উলামা, ইলম উলামায়ে কি জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য যে পথ ও পন্থা ঠিক ঠিক নির্দেশনা দিচ্ছেন, আপনারা মেহরবানি করে সেভাবে কাজ সাজা করুন। سمع اسم هذا فالذي أخرج المرعى فجعله غثاء، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنا ونيسرك للنسى. سمع الله لمن عمله.
السلام عليكم ورحمة الله.